تلفزيون اسرائيلي. وما المشكله؟ تلفزيون فرنسي. وما هي المشكله؟ ده تلفزيون اسرائيلي. الم ترشحي نفسك بين كامل رئاسه مصر؟ يبقى انا خدعت. الم تكن تلفزيون اسرائيلي؟ نعم. ده تلفزيون اسرائيلي؟ نعم. انا خدعت. ده تلفزيون اسرائيلي؟ انتوا عارفين انتوا بتشتغلوا في تلفزيون اسرائيلي؟ نعم. وما هي المشكله؟ انتوا عارفين انتوا بتشتغلوا في تلفزيون اسرائيلي؟ حسينة كامل ما هي لا المشكلة؟ لا لا، يعني ايه يعني ايه تلفزيون اسرائيلي؟ حسينة كامل انت انا هتكذب على مين؟ لحظه، مساء الخير مشاهدينا حول العالم، مرحبا بكم وحلقة نقاش جديدة. ضيفتنا اليوم هي وجه من وجوه ميدان التحرير، هي وجه معروف في الثورة المصرية. ضيفتنا ناشطة سياسية وإعلامية، قدمت برنامج اعترافات ليلية على الإذاعة المصرية، كما تقدم الآن برنامج باسم أرجوك افهمني. ضيفتي وضيفتكم هي امرأة رشحت نفسها لرئاسة الجمهورية المصرية منذ عصور لم ترشح امرأة، إذن ضيفتي وضيفتكم هي الإعلامية المصرية بثينة كامل. نرحب فيك معنا. أهلا بك سارة. بداية نود أن نعرف الجاليات العربية حول العالم من هي بثينة كامل. أنا سيدة مصرية عشت حياتي كلها على أرض مصر، واتعلمت في جامعة القاهرة، وشاركت في قراءة نشرة الأخبار وفي الإذاعة المصرية. في سنة 2006 أخذت قرار بأن أمتنع عن قراءة نشرة الأخبار الرسمية، لأني قررت أني لا أردد هذه الأكاذيب، وكنت انضميت لحركة شايفينكم للمراقبة الشعبية، وابتدينا أن احنا نوثق الانتهاكات والتزوير في الانتخابات بالصوت والصورة. طبعا في النهاية العمل الصحفي والإعلامي دايما بيكون موجود في أي نشاط بعمله. في سنة 2007 أسسنا حركة مصريين ضد الفساد، وأقمنا جائزة سنوية للمحارب المصري ضد الفساد، كان بيعلن عن الفائز يوم 9 ديسمبر، اليوم العالمي لمحاربة الفساد. وكانت الحركة دائما تقدم مع ائتلاف منظمات المجتمع المدني أصدقاء الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد تقرير موازي للتقرير الحكومي بتكشف في تباطؤ الحكومة المصرية عن تفعيل الاتفاقية. ويعني طول السنوات اللي سبقت ثورة 25 يناير كنت داعمة للشباب ولحركات الشباب، وكنت بشارك في أغلب التظاهرات والوقفات السلمية. يوم 25 أنا نزلت، لقيت قدام بيتي خارجة مظاهرة، نزلت وراهم لغاية ما وصلنا عند مكان تجمع، ابتدى الغازات المسيلة للدموع والقبض على المتظاهرين. استنيت لنفسي منذ فترة سابقة إن أنا مش هشوف شاب بيتقبض عليه وحسيبه، ففعلا استطعت إن أنا أحرر 12 شاب من داخل عربة ميكروباص. كنت فاكرة إنه خلاص، إنه طالما يعني تم التعامل بعنف مع المظاهرة إنه اليوم انتهى على كده، لكن عرفت إنه ابتدت الناس تتجمع في التحرير، لأنه يوم 25 كانت المظاهرات خارجة من أماكن مختلفة. وبالفعل توجهت لميدان التحرير وواجهت مع الناس في الواحدة صباحا كم فظيع من الغازات المسيلة للدموع، وكان دوري دايما أنه أحاول أوجه الناس لعدم تعريض حياتهم للخطر أو الاندفاع مثلا لو لقيتوا متوجهين في اتجاه وزارة الداخلية. بثينة كامل، هل تثقي بالقضاء المصري؟ لا دلوقتي، يعني خلي بالك احنا اشتغلنا كحركة شايفينكم في العام 2006 وتضامننا مع مارستو دور التيار الاستقلال
من أجل استقلال القضاء، والمطلب هو إلغاء وزارة العدل، لأنه لما يكون اللي بيعمل الترقيات وزير عدل هو يتبع للسلطة التنفيذية، كيف نتحدث عن قضاء مستقل؟ والمطالبة هي بتطهير القضاء وشبهات. لا، أكيد في القضاء المصري قضاء شرفاء، لكن النظام السابق يعني مارس فساده على كل الأصعدة. أنا مقتنعة يا سارة أنه الديمقراطية ما بتجيش في يوم وليلة يعني، وأكيد برضو الشهود من الخارج شايفين ده، لكن كمان أنه لو الشعب المصري قعد واستنى مش هنشوف تغيير حقيقي، لأن كل ما يحدث الآن هو تمكين للإخوان المسلمين من خلال صفقات مع المجلس العسكري، وأيضا سايبين الفلول النظام السابق ورجال أعماله بيصرفوا. يعني عرفنا موقعة الجمل دفعوا 6 مليون جنيه. ماذا عن نيتك بأن تكوني مرشح قوي لرئاسة الجمهورية المصرية والعلاقات الخارجية، العلاقات المصرية الخارجية؟ دائما في كل لقاءاتي مع مسؤولين أجانب دائما بقول إنه ثورتنا أكبر دليل على إنه مصر لو عندما تقود الشرق الأوسط والمنطقة العربية، هنا فقط يمكن أن نرى السلام في منطقة الشرق الأوسط. نحن لسنا إذن دولة أنت مع معادلة. السلام في منطقة الشرق بالتأكيد الأوسط، بالتأكيد السلام العادل صار. نحن مع الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والجامعة العربية، ولكننا أيضا ضد ازدواجية المعايير. كيف حتى الآن لم يصدر من الأمم المتحدة قرار واحد بإدانة المستوطنات؟ هناك يعني الكثير من عدم يعني العدل في المجتمع الدولي. نحن مع إقامة الدولة الفلسطينية. وماذا عن الدولة الإسرائيلية؟ أنا أرى أنها دولة يعني عنصرية، عندما تكون دولة مبنية على إنه الانتماء لدين بعينه فهي دولة عنصرية، هي دولة دينية، رغم ما نراه من ديمقراطية نعترف بها تغيير الوزراء، لكن هذا العنوان دولة يهودية هو في حد ذاته عنصري. الشعب الإسرائيلي يرى أن الوطن العربي أو الشعوب العربية هم الذين يتعاملون معهم بعنصرية. هذا ليس حقيقيا على الإطلاق. يعني مع أو ضد تصدير الغاز لإسرائيل؟ بوسينا مع أنه عندما تتم انتخابات نزيهة في مصر من حق نواب الشعب أن يراجعوا ليس فقط اتفاقية الغاز مع إسرائيل، ولكن أيضا اتفاقيات بيع القطاع العام في ظل الخصخصة في عهد محمود محي الدين، وأي صفقات غير عادلة لا تلبي طموحات الشعب المصري في ثورته الرائعة من حقه أن يراجعها. بثينة كامل، مع أو ضد التطبيع مع إسرائيل؟ أنا كبثينة يعني بشوف أن التطبيع، أن الشعب المصري ما هواش متقبل التطبيع مع إسرائيل. هناك تطبيع مفعل، وأنا جزء من هذا الشعب المصري. لابد أن تصلح الكثير من الخروقات والانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني، وأنا ضد حصار غزة. هم يبحثون عن حق. أنا مع دولة موحدة تجمع كل الأديان، ولكن الشعب الفلسطيني أي كلام عن ما
هو ضد ذلك حنستمر في حروب. أنا مع دولة علمانية تجمع كل الشعوب، ولكن الشعب الفلسطيني لا يقبل بالتواجد الإسرائيلي في الأراضي. هم يستمرون بممارسات عنيفة ودموية. اللي بيمارس العنف هو الإسرائيلي. يأتي العنف الإسرائيلي كرد فعل على لا العنف لا لا. الفلسطيني. لا لا، هذا مين اللي بيمتلك القوة؟ مين اللي بياخد الدعم؟ هل تدل القوة أو الضعف ده على ده كلام جزء من الإعلام الأوروبي الغربي غير المنصف. هل العقل الدولي يقبل يا سارة معلش انك تجوعي شعب بالكامل ما يحدث على أكيد لا، ولكن هذه تأتي حصار. كردود على العنف من دقائق قلت انك تحيني شعب من مية وأكل ونور ترجعيه للعصور الوسطى. هل يعني العدل أن يذهب الشاب في وسط نساء وأطفال ليفجر نفسه ويسمي هذا استشهاد؟ كل ده أنا مش بحبه خالص، وشايفة أنه بيخسر القضية الفلسطينية. يعني لما بيحصل تفجير في ديسكوتاك في تل أبيب بتلاقي مؤشرات المتطرفين بتعلى في الاستفتاءات، لكن لما أنا شايفة أنه كل المقاومة ضد الاستيطان وضد العسكر بكين كامل، كان هناك قرار بتقسيم الأراضي في العام 47 لم يلتزم به الجانب الفلسطيني وبدأوا بالعنف ضد الإسرائيليين، حتى جاء القرار الثاني في العام 67 وأيضا لم يلتزم به الفلسطينيون. الآن الجانب الإسرائيلي هو من يتمسك. أنا شايفك بتقولي كلام أنا مش مفهومة. أنت بتقري تاريخ مقلوب. لماذا؟ تاريخ صهيوني. هذه وجهة النظر الصهيونية غير العادلة. هذه هي العنصرية. المذابح اللي بتحصل ضد الفلسطينيين الجميع يشهد هم عليها. هم من يرفض الالتزام بالقرارات الدولية. بتكلم التزام بقرارات دولية إيه؟ إذا كان هو في قرار دولي واحد طلع لإدانة المذابح الإسرائيلية، ما احنا عارفين مين اللي زرع إسرائيل في المنطقة. قرار التحصيل. ولكننا خلاص سلمنا إنه في أبناء اتولدوا على هذه الأرض، خلاص هم موجودين وخلاص واعترفنا بدولة إسرائيل. إذن لماذا لا؟ ولكن احنا عارفين مين اللي حطهم ومين اللي عمل وعد بلفور، أعطى من لا يملك أعطى من لا يستحق. ومن العيب إنجلترا أن نردد هذه المقولات الصهيونية. الفلسطينيين تهجروا من أرضهم. وماذا عن اليهود؟ اليهود جم لم يطاردوا في العالم؟ يا بنتي دول جم من أنحاء العالم. نعم دول شتات جم من أنحاء العالم. هم يعانون الاضطهاد. بتدافع عن إيه؟ هم يعانون الاضطهاد. أنا أجي بلدك وأسكن فيها وبعدين أقول لك أنت بتعتدي عليا ليه؟ أنا لو حد دخل بلدي حدافع عنها. لماذا؟ وبعدين هناك وثائقيات واضحة، هناك وثائقيات واضحة لما يحدث في القدس ومن تهجير للفلسطينيين. لماذا يتعامل العرب وكأنه لم يكن هناك وجهة نظر عنصرية بالكامل وترددين كلاما منقوصا. الشعب الفلسطيني شعب مناضل، والهدف من كل ما حدث له هو القضاء عليه، وسيظل. لماذا القضاء عليه؟ الفلسطينيين هم الآن الذين يريدون الحصول على حق العودة ويمنعون من ذلك. من يؤجج العنف في المنطقة هو إسرائيل بما تمارسه من عنف ومن استيطان، من مشروعات استيطانية. لأن الجانب الفلسطيني لا يلتزم بالقرارات ومن يساعدها الدولية. هو المجتمع الدولي الذي يرفض أن يدين هذه السياسات العنصرية والإجرامية. فنحن نشجع وقعت قرارات التقسيم بمعرفة الأمم المتحدة ووافقت عليها الدول العربية ولم يلتزم بها الجانب الفلسطيني. مش حقيقي هذا كلام، تخريف. ده مجرد تخريف. ده تخريف. لم يكن هناك قرار بالتقسيم في العام 47 تم بمعرفة الأمم المتحدة. وكل يوم مستوطنات جديدة، وكل يوم لأن الجانب الفلسطيني لا يلتزم. عايزة أفهمك حاجة. نعم. الحركة الصهيونية يكسب من وراءها يعني، ويتم جمع تبرعات. يعني أنا عايزة أديلك نموذج بسيط. لما جون جارينج
عمل اتفاق السلام في السودان تم قتله واغتياله. كل دعاة السلام يقضى عليهم لأن في مافيا سلاح، في ناس مستفيدة من هذه الحروب. إذا عايزين نعمل سلام، السلام طريقه الوحيد هو العدل، العدل وفقط. وهل لكن يكون أنا العدل مستعدة إني إن يكون في مكان بينتمي؟ أنا حاسة إن أنا في تلفزيون إسرائيلي. وما مش المشكلة؟ في تلفزيون فرنسي. وما هي المشكلة؟ ده تلفزيون إسرائيلي. ألم ترشحي نفسك بين كامل الرئاسة مثل؟ يبقى أنا خدعة. ألم تكن تلفزيون إسرائيلي؟ نعم. ده تلفزيون إسرائيلي؟ نعم. أنا خدعة. ده تلفزيون إسرائيلي؟ أنتوا عارفين أنتوا بتشتغلوا في تلفزيون إسرائيلي؟ نعم. وما هي المشكلة؟ أنتوا عارفين تشغل تلفزيون إسرائيلي؟ حسينة كامل، ما هي لا المشكلة؟ لا لا، يعني إيه يعني إيه تلفزيون إسرائيلي؟ حسينة كامل، أنتوا أنا هتكذب عليك. لحظة لحظة، إحنا اتبسطنا بيكي قوي، واتبسطنا برد فعلك أكتر، واتبسطنا قوي بعصبيتك وبدمك الحامي، ويا رب كل المصريين يبقوا كده، ويا رب كل العرب دايما يبقوا عارفين مين معاهم ومين عليهم والولاء المفروض يبقى لمين. مشاهدينا، الحكم بعد المزاولة على بثينة كامل، دمها حامي قوي زي كل الستات المصريين، ووطنية جدا جدا، وواضح انها مش متحملة على اسرائيل، لكن هي ضد المخططات الصهيونية. بنشكركم ونشوفكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد، ونزاولوا مزاولة جديدة ونحكم عليه حكم جديد، وانتوا كمان تقولوا الحكم بعد المزاولة. ايه انتي ايه اللي حصل؟ لا ولا حاجة، بس انا خايفة يعني. هنوريكي البطايق بقى خلاص. لا جت عليا وقتي سخيفة قوي 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 يا منى بجد؟ ضايقتك صح؟ لا يعني بكرههم قوي. لا يعني كره الطريقة يعني. لأنه فعلا في الإعلام أصل هي دي الحجج اللي هم بيستندوا ليها، في تشويه فعلا يعني، وعاملين ديكور فعلا ينفع. إيه رأيك؟ ديكور ينفع صح؟ ولها سينما وبوليتكس. أقول طب إيه فرانس دو دي؟ يلا اتوترتي صح؟ لا يعني انا كنت رايحه للشنطه عشان اكتب على تويتر حصل كذا، اعمل لكم فضيحه طبعا يعني، مش انا الصور والعلاقه حرام. حاضر. كنت هتجيب لنا ميدان التحرير هنا كله. لا وبعدين مش هحولكم، مش هقدمكم للشرطه العسكريه، انا ضد المحاكمات العسكريه، هاخدكم على النائب العام عادل. بس انت هيبقى الصور يعني. لا يعني انا عموما عجباني الفكره، لما بفكر يعني رغم ان انا اهو كلي عرق ماكياجي بس، لكن عجباني فكره ان نشوف موقف الناس، فكره الناس اللي كلامها بيوصل للناس وفكرها الناس بتصدقه وبيمشوا وراهم. خلينا نشوف. في حد كان يعني طبعا بيع؟ اكيد في ناس باعت. اكيد في شخص واحد باع. واحد زيهم لسه مش عارفين ليه. امانه يعني هو طلب انه ما نزعش، واحنا بنحترم. طب تسمحوا لي يعني الضيف اللي بيحترمنا ممكن وبيدي. انا اقول هو مين؟ لا بجد؟ اوكي اتفضلي. انا هقول. اوكي عايزه اقول ان ثورتنا المصريه العربيه هي بحق ثوره شباب بكل ما يحمله من عند، واصرار على انه مصر تكون دوله مدنية ديمقراطية حديثة، كل الأطياف بتمثل فيها. إحنا شعب مسالم، قلبي مع الشعب السوري، وبتابع كل أخباركم وبنشرها على قد ما أنا أقدر. إحنا كمصريين مع الناس في ليبيا ومع الناس في تونس واليمن والأردن، وإن شاء الله إن شاء الله الشعوب العربية هتشوف أيام حرة، وتمنياتي إن شاء الله أشوف مصر وهي